سؤال عويص، إجابته ما تزال غير واضحة، ولكنه من أكثر الأسئلة التي يطرحها الكثيرون حول العالم. هل فقدت أمريكا هيمنتها المطلقة العظمى على العالم؟ هل أصبح العالم متعدد الأقطاب بالفعل، أم أن أمريكا ما تزال مسيطرة على عالمنا ونحن نتوهم غير ذلك؟ في الحقيقة كافة الأحداث والتطورات العالمية تؤثر بشكل أو بآخر على أمريكا وعلى نظرة العالم لأمريكا. يبقى السؤال، هل بالفعل هيمنة أمريكا قائمة موجودة على العالم، أم أنها مجرد هيمنة لحظية، أي أنها سيطرة مؤقتة غير دائمة ولن تأخذ حيزا كبيرا من الزمن في المستقبل؟ وهذا لأن الهيمنة على العالم تتطلب قرونا وسنين. هذا ما يثبته التاريخ حين هيمن الرومان والإغريق والمصريون وغيرهم من الأمم والحضارات على العالم. في عصرنا الحديث يبدو الوضع مختلفاً. ففي نهاية القرن الماضي كان الأمريكيون يحلمون بدوام اعتلاء الولايات المتحدة قمة العالم بلا منازع، خصوصاً بعد أن فوجئوا بسقوط الاتحاد السوفيتي، مثلما حدث من قبل للإمبراطورية الرومانية التي ظلت القوة الوحيدة المسيطرة على العالم. كان الأمريكيون يتصورون أنهم في بداية عصر السيطرة المطلقة التي ستمتد لقرون وقرون وقرون. كان سقوط الاتحاد السوفيتي مريعاً وسريعاً بشكل درامي، دون مقدمات منطقية تتناسب مع القوة الكبرى التي كان يتمتع بها. وكانت الولايات المتحدة تمتلك العديد من السيناريوهات للتعامل مع الاتحاد السوفيتي لسنوات طويلة خلال الحرب الباردة، إلا مع سيناريو واحد هو ما بعد الاتحاد السوفيتي. من هنا أعلنت أمريكا انتصارها وهيمنتها المطلقة والمنفردة على العالم. فتحت صفحة جديدة في كتاب التاريخ تسيدت فيها الولايات المتحدة قمة هرم السياسة العالمية بلا منافس، وبات العالم شرقا وغربا بلا تكتلات أو حركات تناوئ السياسات الأمريكية. ضمن الإطار الذي اعتمدته الولايات المتحدة للسيطرة والهيمنة على العالم، إطار بلا منافس، إطار دون إطارات أخرى تعدل مساره أو تدخل على خطه، إطار منفرد. على ضوء انتهاء التوتر العالمي عقب الحرب الباردة واستقرار الأوضاع الأمنية في أوروبا وانشغال الولايات المتحدة بتنفيذ سياستها الوحيدة المنفردة في الهيمنة على العالم وانخراطها في العراق وفي أفغانستان وغيره وغيره، حدثت تغيرات عميقة على المستوى الدولي كانت أكبر من أن تسيطر عليها الولايات المتحدة. مفاجأة لاحت في الأفق، بداية نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. مفاجأة واقعيا يبدو بالفعل أن السيطرة الأمريكية العالمية بدأت تتأرجح شيئا فشيئا، وهذه أيضا مفاجأة. وفق مؤشر إدراك الديمقراطية لعام 24، فإن شعبية الولايات المتحدة تراجعت في جميع أنحاء العالم وبالذات في الشرق الأوسط، الشرق الأوسط بتاع البترول، وذلك بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. المثير أن التقرير لاحظ أنه بمجرد انخفاض شعبية أمريكا، امسكوا أعصابكم، بمجرد انخفاض شعبية أمريكا ارتفعت تلقائيا شعبية الصين وروسيا ارتفاعا مضطردا في العديد من الدول. ليس هذا فحسب، التقرير أظهر أن سمعة أمريكا تضررت كذلك في الدول الحليفة والصديقة لها في أوروبا، وظهر ذلك جليا في دول كألمانيا والنمسا وإيرلندا وبلجيكا وسويسرا، حيث أصبحت النظرة أكثر سلبية تجاه أمريكا. السؤال مرة أخرى، وقلت لكم إنه سؤال عويص، هل بالفعل أمريكا تفقد عرش السيطرة على العالم؟
في هذا الصدد واستناداً لتقرير خرج من داخل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة نفسها، قال كبير الباحثين في مركز الأمن الأمريكي الجديد نول شاري، قال أمام لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي: يؤسفني أن أقر بأن الجيش الأمريكي ليس جاهزاً لصد التهديدات التي نواجهها اليوم. مدهش، مفاجأة. هذا لأن روسيا والصين تشكلان تحديات صريحة لأمريكا. حالياً الصين تستطيع تهديد القواعد الأمريكية بمئات الصواريخ المجنحة وبأكثر من 1000 صاروخ باليستي، في حين تتقدم روسيا على الولايات المتحدة في تصنيع الأسلحة الاستراتيجية. حضرتكم حين تسمعون حكاية الأسلحة الاستراتيجية دي تذكروا إنها نووية. الاستراتيجية دي كلمة لطيفة المهذبة، النووية، أسلحة الدمار الشامل. أمريكا حاليا تواجه بكل قوتها صعود دولة كالصين، الصين التي تصعد بنفس سرعة صواريخها الفرط صوتية. ولا يسألني أحدكم يعني إيه فرط صوتية، ما أعرفش. لا يستطيع أي فرد إنكار أن الصين أصبحت هي مصنع العالم. طبعا الهاتف الذي تحمله في يدك مشاهدي الكريم غالبا مصنوع في الصين، ملابسك غالبا مصنوعة في الصين، كل شيء تقريبا يعني. ما يزيد الوضع سوءا هو مناكفة روسيا لحلف الناتو ولأمريكا سواء في أوروبا أو في غيرها من المناطق. أخيرا يأتي ما حدث في النيجر، حينما دخل أفراد من الجيش الروسي قاعدة جوية كانت تستضيف قوات أمريكية، في خطوة تلت قرار المجلس العسكري في النيجر بطرد القوات الأمريكية من البلاد. طرد القوات الأمريكية من البلاد، يا سلام. وضعت هذه الخطوة التي اتخذها الجيش الروسي الجنود الأمريكيين والروس على مسافة قريبة للغاية من بعضهم البعض، قريبة جدا، قريبة بشكل ينذر بخطر فادح. ما حصلش الحمد لله. في وقت يتزايد فيه التنافس العسكري والدبلوماسي بين البلدين بسبب الصراع في أوكرانيا، أنتم تعرفون طبعا. في النهاية هناك منافسة على عرش العالم، كل طرف سواء كان الولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة يحاول فرض سيطرته وإبراز عضلاته العسكرية والسياسية على بقية دول العالم. فهل نحن بصدد حقبة جديدة أم أن أمريكا ما تزال ممسكة بناصية الأمور وزمام العالم؟ ها نحن عدنا إلى السؤال الذي بدأنا به، ها نحن عدنا إلى السؤال الذي بدأنا به وكأننا لم نفعل شيئا في هذه الحلقة. ألم أقل لكم إنه سؤال عويص؟